أيها الإخوة، جوهر الدين يتحدثون عن الدين، لا نريد مثل هذا الدين، دين هؤلاء أعوان السلاطين وأذناب السلاطين وأحذية السلاطين ووعاظ السلاطين، لا نريد دينهم، لأن دينهم والله الذي بعث محمدا بالحق ليس هو دين محمد، والله العظيم أيها الإخوة ليس هو دين محمد، دين محمد هو هذا الدين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جوهر الدين العدل. دعوة إلى إخواني المسلمين، إلى الجماعات الإسلامية على اختلافها، بالله عليكم كفاكم رفعاً لشعارات جنائية تطبيق الشريعة بمعنى الحدود، كفوا عن هذه البلاهة، آخر شيء يمكن أن نفكر فيه الحدود، آخر شيء، وأول شيء ينبغي أن نفكر فيه الحريات والعدالة، حريات الشعوب المقهورة المضيعة والعدالة المدوسة أيها الإخوة، المدوسة بكل حذاء وبكل نعل، العدالة يا أخي، جوهر الدين العدالة. تريد أن تقيم حكما؟ تريد أن تدعو إلى شرع؟ تريد أن تكون وارثا للمرسلين؟ سالكا دربهم؟ متقين خطتهم ومنهاجهم؟ اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هل سمعتم من هم الذين يسيرون في دروب الأنبياء؟ من هم ورثة المرسلين؟ إنهم الداعون إلى القسط، إنهم الآمرون بالمعدلة، أن توضع الأمور في أنصبتها أيها الإخوة، أن يأخذ كل أحد حقه ولا يتجاوز على حقوق الآخرين. هذا هو الدين، هذه هي الرسالة الإلهية، هذا هو وارث النبي محمد وعيسى وموسى وإبراهيم وكل السلف الصالحين الأنبياء المرسلين، هذا هو الوارث. الذي يسير في طريق الأنبياء هو الذي يأمر بالقسط من الناس. يوم أرى شيخا وفقيها ومفتيا يبرر الظلم والعار والشنار والذلة والمهانة باسم الدين، أعلم أنه كذاب وبريء من محمد ومحمد بريء منه. هذا أحد الذين لديهم كما أقول دائما استعداد أن يبيعوا جبة محمد لتشبع بطونهم التي لا تشبع، لا أشبعهم الله، لتمتلئ أرصدتهم التي لا تمتلئ، لا ملأها الله أيها الإخوة. شيء مجنون، شيء عبث، غير معقول باسم الدين. هذه رسالتي، هذه رسالة الخطبة أيها الإخوة، لكم ولمن بلل ولمن بلل، احذروا هؤلاء ألف مرة واحذروا حكام الظلمة، لكن هؤلاء ألف، لأنهم الأعوان الحقيقيون، لأنهم الذين يعبدون الطرق لهؤلاء الظلمة أمثال هؤلاء، سواء كانوا علماء دين أو مثقفين أيها الإخوة، حتى علمانيين كذابين من هؤلاء المأجورين أيضا من وعاظ السلاطين، بغض النظر عن حلتهم ومذهبهم ودينهم، هكذا. إذن الآمرون بالقسط أيها الإخوة هم الذين فهموا جوهر الدين. من أجل هذا أنزل الله الكتب، من أجل هذا بعث الله المرسلين، ليقوم الناس بالقسط. ألا تبا لنا وألف تب وتباب أيها الإخوة، إذا دعونا إلى الدين وفهمناه وفهمناه الناس على أنه طقوس وشعائر ولحية وحجاب وصلوات وجماعات وخطب ومنابر بعيدا عن الحريات والعدالة أيها الإخوة، والله لا نتب ولا نتباب إلى يوم الدين، ولن ننتظر إلا الخسارة أيها الإخوة والعار كما نحن الآن والغون فيه. ليس هذا وطني، ليس هذا بلدي، ليس هؤلاء أهلي، ليسوا أهلي، هكذا يكافئ الذكاء والنبوغ والعبقرية. انتبه، إياك أن تكون الأول لأنك ستكون الأخير أو المنتحر الأول، انتبه، يجب أن تكون أكرمكم الله مثل هؤلاء المنحنين. بقدر ما تنحني أيها الإخوة يمكن أن تحصل ما تريد، لكن هناك من لا يؤمن بفلسفة الإنحناء، يكتب المصلح الدين الكبير مارتن لوثر: لا يمكن لأحد أن يمتطي ظهرك ما لم تكن منحني الظهر. لا تسمح لأحد أن يمتطي ظهرك، أفضل لك أن تموت، أن تنتحر أفضل بكثير، مليون مرة انتحار أشرف.